السلام عليكم ورحمة الله. ازاي تقدر تعمل مكتب ومكتبة في مكان ضيق وبتكلفة بسيطة جدا؟ هو ده ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا الفيديو ده ليه افكار وفيديوهات كتير جدا، هسيب لك مجموعة روابط في شريط الوصف فيها برضو عدد كبير من الافكار عملناها قبل كده ان شاء الله. طيب الفيديو ده هتلاقي الرسم بتاعه، الرسم التوضيحي والمقاسات هسيبها لك برضو كذلك في شريط الوصف. تعالوا بسرعة نبدأ الفيديو وان شاء الله بإذن الله يكون في استفادة. طبعا انت ممكن تستخدم اي خشب متوفر لديك، ممكن خشب ام دي اف، ولكن طبعا الافضل خشب الكونتر الطبقات. الخشب ده من شركه ارو ارت، هنستخدمه في عمل المكتب المعلق. تمام، انا عندي القرصه ديت عرضها 58 في 75. تمام، وبعدين هبدا اقص لها جوانب. الجوانب ديت عرضها 21 سم. طبعا باخد نفس المقاس اللي هو 58 وابدا هجمعها بالمنظر ده. طبعا عندنا القرصة بتقفل على الجوانب، يعني تكون نهايتها مع نهاية الجوانب بالمنظر ده. تعالوا بقى نجمعها ونشوف النتيجة. طبعا انا حاطط القرصة ديت لان انا بظبط عليها الزاوية، عشان وانا بجمع تطلع الزوايا قايمة ومظبوطة. طبعا الكوائل دي كنا اتكلمنا عنها قبل كده ان هي عبارة عن خل لحمة، ولكن من الخل اللي هو الكبير شوية، فانا بستخدم ريشة تكون اقل 1 ملي من سمك الخل ده. تمام، ممكن اخش بيها كده عدلة او ممكن ميلة، لو ميلة طبعا تكون كويس بحيث تكون الكويلة اثبت. ابدأ بقى اركب الرف ده هنا كده. الخطوة اللي بعد كده ان احنا نثبت الظهر. الظهر هنثبته من خشب الابلكاش 5 ملي. طبعا يفضل ان هو يكون 5 ملي عشان يكون قوي. طبعا الظهر مهم جدا عشان يمسك الشغل بتاعك. طبعا هنقصه في زيادة شوية، هثبته وبعدين الزيادة دي كلها اشيلها باستخدام الراوتر.
احنا هنا عملنا تجويف عشان لو في كوبايه او مج او حاجه ممكن نحط هنا، وكمان التجويف ده عشان نحط فيه الاقلام بالشكل ده تبقى ثابته بالشكل ده. تمام. طيب النقطه اللي انا نسيتها هي مكان السلسله، يعني السلسله هتركب هنا كده، فالمفروض لما نقفل تبقى هتحضن على الضلفه كده، ما تكونش بارزه. فالمفروض الجزء ده كنت اقطعه قبل ما اركب، فانت حاول يعني وانت بتنفذ تقطعه قبل التركيب. طيب هنيجي بعد كده بقى ونبدا نظبط الضلفه كده، وبعدين نبدا نركب المفصلات. هنجيب مفصلات عاديه خالص اهيت، نبدا نركب ثلاثه. اركب المسمار على بعد 3 سنتي عشان لما اقفل الضرفة تقفل مرتاحة والسلاسل ما تخبطش في بعضها. بنثبت من تحت من هنا، وبعدين نبدأ نفرد السلسلة على امتدادها، وبعد حوالي مثلا 2 سنتي ولا حاجة هنجيب مسمار عادي وفي وشر، نبدأ نحط السلسلة بحيث يبقى في وشر هنا وهنا يعني. تمام بالمنظر ده، وبعدين نبدأ نثبتها. نبدأ نقيس المنتصف هنا ونعلم، وبعدين نركب قطعة خشب. قطعة الخشب دي الهدف منها ان انا اركب ترباس في المنتصف اللي بيسموه العصفورة. نقفل وخلي قطعة الخشب محضنة على القطعة الخارجية بالمنظر ده كده. ده اسمه عصفرة. تمام. تشتريه من الاكسسوارات بتاعة الاناموتال، والسلسلة دي بتشتريها من عند بتاع الحدايد، وكذلك المفصلات. الخطوة اللي بعد كده وهي الدهان، هندهن وجهين سيلر وبعدين هندهن ورنيش. المكتبة اللي عملناها النهاردة أو المكتب والمكتبة اللي عملناها النهاردة استهلكت حوالي تقريبا نص لوح. أعتقد إن هو هتكون تكلفة يعني مش كبيرة قوي إنك تعمل مكتب ومكتبة ويكون مدمج ينفع تطويه وتفرده. إن شاء الله هسيب لك في شريط الوصف مجموعة فيديوهات لأفكار مختلفة عن نفس الموضوع ده، وكمان هسيب لك رابط شركة أروى أرت، ودعواتكم لنا بالتوفيق. اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة، وكمان المقاسات هتلاقيها في شريط الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله.